منذ ان نشات حركه الاخوان المسلمين في مصر تعرضت لعده ضربات انتهت باعتقال قادتها ومحاكمتهم في غير مناسبه. من ابرزها اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود النقراشي لكن اشهر هذه الملاحقات تمت عام 54 فيما يعرف بحادثه المنشيه التي اتهم فيها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر الاخوان بمحاوله اغتياله. ذات السيناريو تكرر الاعتقالات والمحاكمات بحق الاخوان لكن الجديد بعدها لجوء بعض رموز الاخوان الى الخارج وكانت قطر من بين الوجهات حيث وصل اليها عدد من قاده الاخوان ومنهم عبد البديع صقر يوسف القرضاوي عبد المعز عبد الستار احمد العسال كمال ناجي وغيرهم لسنوات بعد ذلك توزعت قيادات الاخوان في شتى انحاء الوطن العربي والعالم وكانت لندن احد اهم مراكزهم ومع تاسيس ما يعرف بالتنظيم العالمي للاخوان المسلمين وصعود حزب العداله والتنميه باتت تركيا التي يقودها رجب طيب اردوغان وجهه جديده للهروب من حملات جديده ومركزا للاجتماعات الطارئه لمواجهه الازمات وبعد الثلاثين من يونيو 2013 شنت السلطات المصرية حملة ضد الإخوان انتهت بزج قياداتهم والمئات من كوادرهم في السجون وتقديمهم للمحاكمات ضربة هزت مخططات الإخوان فتداعى قادة التنظيم للقاء طارئ في تركيا وآخر في باكستان في حين لجأت قياداتهم مجددا إلى أكثر من بلد خاصة قطر وتركيا ومن ابرز القيادات الاسلاميه المصريه التي لجات الى قطر عاصم عبد الماجد وطارق الزمر القياديان في الجماعه الاسلاميه ومحمد محسوب واشرف بدر الدين ومحمود حسين وحمزه زوبع المتحدث الرسمي باسم الحريه والعداله وقد سربت انباء قبل اسابيع عن ترتيبات تجري لنقل هذه القيادات الى لندن كلاجئين سياسيين ولم تقتصر عمليات اللجوء على اخوان مصر، فعلى مدى السنوات الماضيه ابعدت قياده حركه حماس الفلسطينيه من عمان الى الدوحه، قبل ان تنتقل الى سوريا ومنها مجددا الى الدوحه بعد الحرب في سوريا. ومن الجزائر استضافت قطر عباسي مدني زعيم جبهه الانقاذ المحظوره في الجزائر، ومن تونس راشد الغنوشي ابان حظر حركه النهضه في عهد الرئيس زين العابدين بن علي.